من ناحية طالب وزراء دفاع مجموعة السبع الدولية جماعة الحوثي بإيقاف تصعيد هجماتهم في البحر الأحمر، كما طالبوا إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لجماعة الحوثي وحزب الله اللبناني وحركة حماس. وأكد وزراء دفاع مجموعة السبع رفضهم الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام اليونيفيل، مشددين على دعمهم لليونيفيل والجيش اللبناني لضمان أمن واستقرار لبنان.